أهلا بكم في برنامج محطات عربية، ونتناول في هذه الحلقة: بعد سنوات طويلة من المفاوضات التوقيع على مشروع ربط البحرين الأحمر والميت، فلماذا يحذر البعض من هذا المشروع الطموح؟ في العراق حملات الانتخابات البرلمانية المقبلة تثير المزيد من المخاوف الطائفية وسط توقعات بتغير خارطة التحالفات السياسية. وأخيرا في تونس، الرئاسة تقود حملة ضد من ساندوا نظام بن علي بعيدا عن القضاء. بموجب اتفاق بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، تم التوقيع هذا الأسبوع برعاية البنك الدولي على مشروع ربط البحرين الأحمر والميت. المشروع تصفه حكومات الدول الثلاث بأنه الحل الوحيد القادر على إنقاذ البحر الميت من الجفاف، بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للاستهلاك عبر التحلية. لكن بعض الخبراء يحذرون من أنه قد يشكل تهديدا حقيقيا للبيئة في المنطقة، وربما أخطر من التهديد القائم. بالإضافة لذلك، هناك تحذيرات تتعلق بإمكانية استغلال إسرائيل لهذا المشروع لخدمة مساعيها في خلق واقع ديموغرافي جديد. وقع الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل في مقر البنك الدولي بواشنطن على اتفاق قناة البحرين لربط البحرين الأحمر والميت، ويتضمن الاتفاق مدى 4 أنابيب بين البحرين يصل طولها إلى 180 كيلومترا، وستنقل 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا من البحر الأحمر إلى البحر الميت لإنقاذه من الجفاف، إذ يعتقد أنه سيكون معرضا للجفاف الكامل بحلول عام 2050. ويقضي الاتفاق كذلك بإقامة محطة تحلية عملاقة للمياه في مدينة العقبة بالأردن لتوزيع المياه المحلى على الأطراف الثلاثة. وتقدر تكلفة هذا المشروع الذي أثار الكثير من الجدل ووجهت له انتقادات من قبل المعنيين بشؤون البيئة ما بين 250 و400 مليون دولار، وسينفذ خلال 5 سنوات. صحيفة إيديعوت أحرنوت الإسرائيلية قالت إن هذا الاتفاق جاء ثمرة مفاوضات طويلة زار خلالها شالوم الأردن سرا مرارا، لكن الجانب الأردني يؤكد أن إعلان إسرائيل عن الاتفاق لا ينفي أن المشروع أردني، وأنه سيتيح للمملكة الحصول على ما يصل إلى 100 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر المحلى سنويا، وهو ما سيلبي للأردن جزءا من احتياجاته المائية، علما بأنه من بين البلدان الثلاثة الأكثر افتقارا إلى المياه. ويشدد الأردن ردا على الانتقادات بأن ضخ ما قد يصل إلى 150 مليون متر مكعب من المياه المحلى في البحر الميت سنويا لن يؤثر على توازنه البيئي، لأن هذا التوازن لن يتضرر إلا إذا تم ضخ أكثر من 300 مليون متر مكعب فيه. ومعنا لمناقشة هذا الموضوع دكتور خالد الشقران، مدير مركز دراسات الرأي من عمان. ومن القاهرة سيكون معنا دكتور طارق فهمي، محلل سياسي متخصص بالشأن الإسرائيلي. نبدأ معك دكتور خالد الشقران، بالنسبة للأردن هذا المشروع قد ينتج عنه تكوين بحر آخر يختلف في خصائصه وصفاته وطبيعة مياهه عن البحر الميت الموجود، إضافة إلى تأثير ارتفاع منسوب المياه في البحر الميت على المياه الجوفية في الأردن. إلى أي مدى تتفق مع من يحذر في هذا الصدد الأخطار المحتملة الذي سيشكله ربط البحر الأحمر بالميت أو نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت؟ بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم. يعني في الواقع الأردن لا يملك، ثمة خيارات عديدة في هذا الموضوع. كما تعلم أخي، الأردن من أكثر 3 دول في العالم شحا لمصادر المياه. نود التأكيد بداية أن هذا المشروع هو مشروع أردني بحت يقام على أرض أردنية. الأردن سيستفيد من 4 نقاط أساسية في هذا المشروع. بداية سيستفيد من إنتاج الطاقة، سيستفيد من تحلية المياه، وسيوفر للأردن ما بين 40 إلى 50
مليون متر مكعب إضافي، وربما يصل الأمر إلى 100 مليون متر مكعب من المياه المحلاة. النقطة الثالثة هي محاولات إنقاذ البحر الميت، اللي الكل يعلم تماماً أن البحر الميت ينقص بمعدل متر سنوياً، وهذا أمر يشكل خطورة على البيئة. فيما يتعلق بالأصوات التي تنادي وتحذر من الآثار البيئية للمشروع، يعني أنا لا أعتقد أنه ينبغي الذهاب بعيداً في موضوع التأثير البيئي، لأن أولاً الناقل لن يكون عبر قناة وإنما سيكون عبر أنابيب، وبالتالي لن تؤثر على البيئة. موضوع الخلط، أعتقد أن الأطراف الثلاثة درسوا أو لديهم ما يكفي من الدراسات، ولكن الذين حذروا تبين دكتور ما هي الأثار السلبية والأثار الإيجابية التي يمكن بالنسبة للأنابيب على هذا المشروع. ولو كان هناك ثمة أثار سلبية خطيرة دكتور خالد لو تسمعني، نعم. بالنسبة للأنابيب وتقليلك للمخاطر، يعني الذين حذروا يقولون بأن بالإمكان أن يتسبب المشروع في زيادة احتمال حدوث الزلازل بسبب كميات المياه الهائلة التي ستتدفق على البحر الميت، والذي يعتبر منطقة نشطة زلزالية. يا سيدي، لو حسبناها بالأرقام، البحر الميت ينقص بمعدل متر سنوياً، ما يمكن أن تشكله 100 مليون متر التي ستصب في البحر الميت لن تعوض النقص، هي أصلا ستزيد منسوب البحر الميت بمعدل 10 سنتيمتر سنويا. يعني هي لن تنهي مشكلة أو إشكالية أو احتمالية جفاف البحر الميت مستقبلا، وإنما ستطيل من الأمد. نعم. وبالتالي أنا لا، يعني لا أعتقد ولا أؤيد الرأي القائل بأنه يمكن أن يؤدي إلى مخاطر زلزالية. نحن نتحدث عن 10 سنتيمتر تعويض بدل من المتر النقص اللي بيحصل، 100 سنتيمتر اللي بتحدث نقص سنويا للبحر الميت. وهذا الاتفاق ربط بين الدول الثلاث، ربط البحر الأحمر بالبحر الميت، لا يخص فقط حسب جهات موجودة في المنطقة، لا يخص فقط الدول التي وقعت عليه، ولكن بالإضافة لذلك مصر والسعودية باعتبارها أنها تطل أيضا على المنطقة التي يراد لها هذا المشروع. دكتور طارق فهمي، هل هناك موقف واضح لمصر بهذا الشأن؟ يعني حتى الآن هناك ردود فعل متباينة، لأن هذا الموضوع يعني مصار منذ أكثر من فترة، وهذا المشروع يعني بيأتي في إطار 4 مراحل مفترض المشروع سيمضي من خلالها، لكن ربما سيواجه بمعوقات من هنا أو هناك، في جزء منها مرتبط بالتمويل، في جزء منها مرتبط بتحفظات بعض الدول اللي بعد قليل سوف يكون لها موقف، زي مصر وزي السعودية وأيضا البنك الدولي نفسه، لأن القضية ليست في دعم فقط، هناك دول مانحة سوف تشارك في هذا المشروع. هناك طبعا تأكيدات داخل إسرائيل نفسها بأن مثل هذه المشروعات مكلفة للغاية ما لم تكن هناك موازنات خارجية. يعني صحيح أن هناك اهتمام كبير في دوائر إسرائيل بهذه المشروعات على اعتبار أنها تترجم ما قاله جون كيري في السلام الاقتصادي أثناء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية طوال الفترة الماضية، لكن ربما هذا المشروع كان قد سبقه مشروع آخر حضرتك تذكره، هو المشروع البحر الميت نفسه. يعني هذا المشروع مشروع منفصل تماما، على عكس ما أذيع ويعني شاع في الإعلام طوال الساعات الأخيرة، إنه هذا المشروع ترجمة أو خطوة أو مرحلة في مراحل تنفيذ قناة البحرين. هذا غير صحيح، أنت تتكلم على إنشاء محطة تحلية مياه إقليمية في منطقة العقبة، هدفها منع جفاف البحر الميت، وبعدين هيبقى في نقل للمياه من البحر الأحمر للبحر الميت عن طريق مجموعة أنابيب عملاقة. بالتالي في خلط في هذا الأمر، ولكن المياه التي سيتم تحليتها من أين مصدرها؟ دكتور طارق، اسمع حضرتك تفضل. المياه التي أشرت بأنه سيتم تحليتها، هذا من ضمن المشروع، إذ أن جزء من الماء الذي سيتم نقله من البحر الأحمر إلى البحر الميت، جزء سيضخ في البحر الميت لإنقاذه من الجفاف، والجزء الآخر ستتم تحليته. ستتم تحليته. القضية في أنه محطة تحلية المياه سوف تكون في منطقة العقبة، وبالتالي هيبقى في يعني تساؤلات حول
جدول مشروع على حتى الجانب الإسرائيلي. هي القضية ليست دعم مالي وما إلى ذلك، لأن حضرتك تعلم أن هناك خطوات أخرى مفترض ستستثمر المشروع. المشروع ليس قائم على فكرة مجموع الأنابيب العملاقة فقط، لكن هتبقى في خطوات أخرى لتأمين المشروع. ومن الخطوات الأخرى نعم، غير مقدر بالنسبة للإسرائيليين إن هم النهاردة بيتكلموا حوالين، ويمكن ده الموقف اللي يمكن هيمثل قنابل موقوتة في تنفيذ هذا المشروع. ولكن هناك لو تسمح لي دكتور طارق، هم بيتكلموا في إيلات أو العربة، لكن هم بيتكلموا حوالين إمكانية أن يكون لهذا المشروع تأثيرات أخرى على البيئة. ربما أتفق مع حضرتك في أن المنطقة بتعاني من مشاكل في الزلازل والتربة الرخوة وما إلى ذلك، فبالتالي هناك هم يقولون في إسرائيل أنه انتظروا قليلا قبل الحكم على هذا المشروع. بالإضافة اسمح لي لو كنت تسمعني، بالإضافة لموضوع البيئة، يعني هناك من يتنبأ بأن القناة في هذه المرحلة أو الربط ما بين البحر الميت والبحر الأحمر ما هي إلا مرحلة أولى لمشروع إسرائيلي لن يكتمل إلا بحفر قناة ثانية تصل البحر المتوسط بالميت، لتصبح إسرائيل دولة محورية في العالم تمتلك قناة تضاهي وربما تهدد قناة السويس. دكتور خالد شقران، هل سبق مع حضرتك لأن هذا المشروع ليس مشروعا فقط، ولكن هو دخل في جزء منه حيز التنفيذ فيما يسمى إقامة خط سكة حديد من إيلات إلى أشدود، وهناك ارتباط بشق قناة تصل إلى هذه المناطق، وبالتالي إسرائيل تتكلم حول الجدول الاقتصادية لمثل هذه المشروعات. خليني نعم. أقول لحضرتك أن هذا المشروع زي ما أشرت ضمن أربع مراحل سوف ينفذ منها هذا المشروع. القاهرة تتعامل مع مثل هذه المشروعات الإسرائيلية بحذر كبير. هيئة قناة السويس لديها دراسات ولديها ردود فعل طوال الفترة السابقة حول التحركات داني وجه حول نعم. هذه المنطقة، وحضرتك تعلم أنه في مصر الآن مصار إقليم قناة السويس والمشروعات التي يمكن أن نواجهها، لكن بالفعل إسرائيل تخطط لإحياء حتى فكرة وإمكانية استغلال إسرائيل تطوير قناة السويس. إمكانية استغلال إسرائيل هذا المشروع أيضا يطرح بإمكانية أنها تستغل هذا المشروع في خدمة مساعيها لخلق واقع ديموغرافي جديد في منطقة النقب عبر استيعاب المزيد من المهاجرين اليهود لإقامة تجمعات سكنية بعد توفير تحلية المياه وتوليد الطاقة لإسرائيل. عودة إليك دكتور خالد الشقران، ما رأيك بهذا الطرح؟ يعني أنا أود أن أتحدث بنقطتين حول هذا الموضوع. النقطة الأولى، يعني أنا لا أعتقد أنه لا يوجد تنسيق أردني مصري سعودي في هذا القضية. أنا أعتقد يوجد تنسيق على أعلى المستويات في كل ما يتعلق بمستقبل هذا المشروع أو بكل المراحل المتعلقة بهذا المشروع والمخاطر التي يمكن أن تكون محيطة بهذا المشروع وبالمخططات الإسرائيلية. أنا أعتقد صانع السياسة في الثلاث دول والأربع دول، السلطة الفلسطينية، الأردن، السعودية وجمهورية مصر العربية، أعتقد هناك مستوى عالي من التنسيق في هذه القضية. النقطة الأخرى، ينبغي أن لا نبالغ في قصة المخططات الإسرائيلية. يعني ولكن لماذا تفترض أن هذا الأمر مبالغة؟ لماذا تفترض؟ هناك إمكانية لتوقع لتغير الواقع الديموغرافي. اسمح لي هناك إمكانية لتغير الواقع الديموغرافي في حال توفر المياه، سيساعد في إقامة المزيد من المستوطنات، هجرة المزيد من اليهود إلى إسرائيل، لأن البنية التحتية ستكون مجهزة. لماذا تفترض أن هذا الأمر مبالغ فيه؟ لأني أنا بحكي من واقع معلومات يا سيدي. إسرائيل الآن لديها محطات تحلية ضخمة، يعني وهذه حقيقة، لديها محطات تحلية ضخمة، هي ليست بحاجة لمحطة التحلية الموجودة في الأردن الآن. حسب المخططات الإسرائيلية الموجودة أو مشروعات تحلية البحر الأبيض المتوسط المقامة على البحر الأبيض المتوسط، هي ستنتج مئات المليارات من المياه المحلاة.
وهذا ليس كلامي، هذا كلام مسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينيين المطلعين على واقع المشروعات الإسرائيلية في موضوع التحلية. النقطة الفلسطينيون الأخرى، وجدوا أنفسهم لما مضطرين تحدثت عن عدم المبالغة، بالنسبة دعني أكمل، بالنسبة للفلسطينيين، الحديث عن ربط البحر الأبيض المتوسط مع البحر الأحمر، هذا مشروع لن يقبله الأردن ولن تقبله مصر ولن تقبل به كل الدول العربية، وبالتالي الدول العربية دول صاحبة سيادة، ويمكن إذا اجتمعت أن تبطل أي مخطط إسرائيلي يمكن أن يضرب المصالح العربية. حتى الفلسطينيين الذين ذكرتهم، هناك إمكانية أن يشكل هذا المشروع خطر عليهم، باعتبار أن كثير من المباني الموجودة في المدن الفلسطينية المختلفة تعاني من عيوب خطيرة تجعلها معرضة لأضرار فادحة، بما أشرنا له من قبل في موضوع الزلازل حتى الضعيفة نسبيا منها. أم أنك تستبعد هذا الأمر أيضا؟ يعني سيدي، أنا كما قلت لك منذ البداية، يعني نحن نتحدث عن نقص بما يعادل 100 سنتيمتر مكعب سنويا، وهذا المشروع في مرحلته الأولى سيوفر 10 سنتيمتر بديلا عن 100 سنتيمتر. يعني أنا لست خبيرا في الزلازل والجيولوجيا، لكن يعني بحسبة بسيطة العشرة سنتي لن يكون لها تأثير كما سيكون للمتر. حسنا دكتور خالد الشقران، مدير مركز دراسات الرأي من عمان، شكرا لك. ونشكر أيضا دكتور طارق فهمي، محلل سياسي متخصص بشأن الإسرائيلي، كان معنا من القاهرة. ننتقل بعد لحظات إلى الملف الثاني في محطات عربية عن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، نرجو أن تبقوا معنا. تزداد المخاوف بين العراقيين خاصة السنة من تصاعد أعمال العنف وتفاقم الخلافات بين الكتل السياسية والمكونات العراقية قبيل الاقتراع العام للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في إبريل من العام المقبل، وبينما يرى فريق من العراقيين إمكانية أن تتحقق أو تحقق الانتخابات المقبلة تغييرا واضحا في الخارطة السياسية، يرى فريق آخر أنها لن تنجح بتغيير التكتلات البرلمانية الحالية ولن تتجاوز واقع السنوات التي مضت بأزماتها وصراعاتها العرقية والطائفية. ها هي الانتخابات البرلمانية العراقية قد أوشكت على طرق أبوابها أمام العراقيين الذين تمنوا لو أنها لم تأتي لما يشهده العراق من تزايد ملحوظ للأعمال الإرهابية التي تضرب هنا وهناك. اللجنة، هل القانون جدير بالتصويت عليه بهذه الصياغة؟ الخلافات السياسية بين الكتل المتنافسة لنيل منصة الحكم العراقية هي السبب وراء تزايد أعمال العنف، ليكون المواطن العراقي هو الضحية النهائية لحصيلة هذه الخلافات. حقيقة كلما قربت الانتخابات زادت معاناة الشعب العراقي، وكأنها ليس فرصة للتغيير وإنما هي فرصة لقتل الشعب العراقي. فنلاحظ كلما قربت انتخابات مجلس النواب كلما ازداد العنف وازداد القتل وازداد التهجير وازداد الاعتقالات. فلذلك هذا نعتبره حقيقة تزاحم بين الكتل السياسية للوصول إلى سدة الحكم على حساب الدم العراقي وعلى حساب التهجير والقتل والاعتقالات. جميع أبناء الشعب العراقي لا يتمنون قرب موعد الانتخابات بسبب التفجيرات، بسبب الأفعال التي تشنها الكتل السياسية تجاه أبناء الشعب العراقي. لذلك الشعب العراقي انقسم قسمان، القسم الأول يتمنى قرب حلول الموعد الانتخابات لتغيير الوجوه التي لا فائدة منها وغير صالحة للعمل نهائيا، بس مجرد أسماء ولا نعرف هذه الأسماء إلا من خلال بداية إعلانات الانتخابات وانتهاء الدورة الانتخابية. القسم الثاني لا يتمنى أصل انتخابات، لأنه ثبت يقينا أن جميع السياسيين المتواجدون هم غير صالحين للعمل. جدير بالذكر أن المراجع السنية في العراق لا تعترف بالانتخابات ولا تباركها بسبب عدم ثقتها بنزاهة التصويت واحتساب النتائج لمن يختاره الشعب العراقي من خلال صناديق الاقتراع، والتي لم يفرز عنها خلال الدورتين السابقتين إلا من كان فاسداً أو طائفياً.
إذن الدعوات التي أطلقت خلال الأسابيع الماضية بشأن مقاطعة الانتخابات قد تغير مسارها نحو صناديق الاقتراع، والتي من شأنها أن تكشف مدى مظلومية المكون السني وتهميشه في مختلف الاختصاصات، وهذا ما سيدفع بالساحات المنتفضة والمواطنين للمشاركة فيها بحسب قادة الاعتصام. نقول إن هذه الانتخابات فيها القادم في عام 2014 هي انتخابات هوية، لذلك فإن الواجب الشرعي على أهل السنة والجماعة يبلي عليهم بضرورة المشاركة لكي يثبتوا للعالم هويتهم التي يحاول الآخرون سحقها والقضاء عليها، لأن مقاطعة هذه الانتخابات تعني تحجيم دور أهل السنة في هذا البلد الذي أثبت العالم أو أقر العالم بأسره بأن المكون السني في هذا البلد هم الأغلبية الساحقة من مكونات الشعب العراقي، بدليل أن المحافظات المنتفضة هي 6 محافظات، في كل جمعة يخرج ما لا يقل عن 1,000,000 في كل محافظة، معنى ذلك أن عدد إذا فضلا عن بغداد التي يزيد عدد أهل السنة فيها أكثر من 3 ملايين. تعديل الدستور العراقي الذي لطالما كان سببا في تدخل دول الجوار كإيران وغيرها في الشأن العراقي والتغيير الشامل للحكومة العراقية هي الغاية الأولى والأخيرة التي لطالما تمناها العراقيون، سيما بعد عام 2003 لما شهده العراق من قتل وتهجير ودمار خلال السنوات الماضية، ليكون العراق من الدول المتقدمة ليس بالتطور والإعمار وإنما بالفساد والإرهاب. لبرنامج محطات عربية من محافظة الأنبار غرب العراق، نهاد الزين، أورينت نيوز. وحول هذا الموضوع سيكون معنا دكتور سعد الحديثي، أكاديمي وباحث في الشأن السياسي، وسينضم أيضا دكتور ضياء علي الشعيبي، قائد في الحراك الشعبي في الأنبار. نبدأ معك دكتور حديثي، لماذا يتخوف السنة من الانتخابات البرلمانية أو في الطريق إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ أليس الأمر مبالغ فيه؟ نعم، في اعتقادي التخوف هو ليس الوسيلة المثلى لتجاوز الواقع الذي يعتقد الأغلبية الساحقة من أهل السنة أنه واقع غير متوازن على مستوى العملية السياسية، على مستوى شراكة كل أطياف ومكونات المجتمع العراقي في إدارة مؤسسات الدولة وصناعة القرار السياسي. هذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن الهروب منه إلى الوراء أو إلى الأمام، لا بد من مواجهته والبحث عن آليات لمعالجة هذا الاختلال الحاصل في العملية السياسية. كيف بكل سبل السلمية والمتاحة دستوريا، كيف سيتم مواجهته؟ باعتقادي بوابة الانتخابات هي إحدى البوابات الرئيسة بهذا الخصوص، لا أقول أنها سوف تمثل عصا موسى التي سوف تنقل أو تغير الحال من الواقع من حال إلى حال، لكنها قد تكون مفتاحا لإيجاد تركيبة سياسية مختلفة عن التركيبة السياسية الحالية التي حكمت العراق طوال السنوات العشر المنصرمة من عمر العملية السياسية. نعم. والتي أذكر هنا على سبيل المثال قول أينشتاين أنه لا أغبى الناس من يتوقع نتائج مختلفة من تجارب متشابهة أو من نفس التجربة، وأعتقد أن السياسيين يجب أن يعوا هذه الحقيقة. نعم، ولكن لا بد أنهم قد سمعوا. نعم. بها أو أدركوها من خلال التجربة. لا نعرف إذا كان أينشتاين يعيش في العراق، هل كان أيضا سيطلق مثل ما قلته قبل قليل؟ على أي حال الوضع في العراق مختلف. دكتور ضياء علي الشعيبي، هناك أنباء تشير إلى أن السنة في بغداد متخوفون في هذه الفترة، وأن هناك تهديدات حقيقية في قبل الانتخابات أو في ظل حملات الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، هل سمعت مثل هذه الأمور؟ هل تأكدت منها؟ شكرا أخي العزيز، حقيقة هذا السؤال اللي طرحته سؤال مهم. بالنسبة لموضوع الانتخابات، تخضع لأهل السنة برامج معدة من قبل الحكومة خصوصا مستهدفة لهذا المكون اللي هو مكون أهل السنة. حقيقة هذه البرامج من تهجير، من اعتقالات عشوائية تستهدف مكون واحد ومكون أهل السنة في المناطق السنية في المحافظات الستة وفي بغداد خاصة، حيث تخدم الحكومة كلما قرب موعد الانتخابات سواء انتخابات مجالس المحافظات أو مجالس أو البرلمان تقوم بشتى أفعال التنكيل بأهل السنة حفاظا على أنه بقاء المكون الشيعي مسيطرا على الحكومة ومسيطرا على المفاصل الرئيسية بالحكومة بالعراق. ولكن هذا دكتور ما تعمل عليه الحكومة. ولكن دكتور ضياء، يعني لا تستطيع أن تنكر أيضا إلى أن
هناك من الشيعة من يتعرضون أيضا إلى القتل وإلى التهديد والتهجير حتى في بعض الحالات. حقيقة هاي موجودة ملموسة، لكن احنا هناك فرق بين الشيعة العرب اللي موجودين اللي يتعايشون مع الشعب العراقي اللي هم تعايشون بالفطرة قبل ما يولد الاحتلال أو قبل ما يصير الاحتلال اللي موجود بالعراق. طيب. حقيقة الشيعة اللي موجودين هنا هم مو الشيعة العراقيين، أنا ما أقصد الشيعة العراقيين، أقصد الشيعة العجم اللي يحاولون أنه يسعون إلى فتح امبراطورية كسرى أو امتداد المد الصفوي في إيران وفي حتى امتداد لدول الخليج. لذلك أن استهداف مكون واحد، والشيعة اللي مغلوب على أمرهم اللي هم لا حول ولا قوة لا يقدرون يحركون ساكن، وبدليل أنه المظاهرات البسيطة اللي تطلع في المناطق الجنوبية للمطالبة بأبسط الحقوق من حقوق الخدمات حقيقة مظاهرات صورية. لذلك أنه يعني أنه الحكومة تكون في موضوع الخدمات نعم تنفذ هذه الطلبات. في الورقة الرابحة للمالكي كما يردد بعض المحللين والمراقبين السياسيين العراقيين استعدادا للانتخابات 2014 هي ورقة الأمن وإعادة التذكير بالخطر الذي يهدد الشيعة بالدرجة الأولى، لأن المالكي لو روج مثلا للإنجازات كما أشرت دكتور ضياء، الرجل لا يستطيع أن يتحدث عن إنجازات في مجال الإعمار والخدمات مثلا. لذلك فالتلويح الأكثر الآن بورقة الأمن، توافق على ذلك دكتور سعد الحديثي؟ يعني عموما بعض القوى السياسية أو ربما القوى السياسية الرئيسة ما تزال تركز على هذه الورقة، محاولة تحشيد الصف الإثني لطيف اجتماعي معين خلف قيادات سياسية معينة خلف رمزيات دينية معينة في سبيل الحصول على القاعدة الانتخابية وثقة الناخب. لكن باعتقادي هذا الأمر لم يعد له التأثير الكبير الذي كان له قبل الانتخابات التجارب الانتخابية السابقة. أعتقد أن هذا الأمر تراجع لسببين، أولا أن هذه التجارب الانتخابية أنضجت أو قدمت شيئا من الوعي السياسي الراشد لدى كثير من العراقيين بصرف النظر عن انتماءاتهم الإثنية، وفي نفس الوقت القوى السياسية اليوم لم تدخل على أساس تكتلات أو تحالفات أو قوائم انتخابية مؤسسة على أساس الانتماء الإثني. معظم القوى الرئيسة تحدث عن التحالف الوطني، القائمة العراقية، التحالف الكردستاني دخلت فرادة أي على شكل كتل منفردة. وبالتالي لا أعتقد أن هذه الورقة سوف تكون حاضرة، لأن هنالك منافسون لها من نفس الطيف الاجتماعي، وبالتالي لا أثر يذكر بهذا الخصوص، خصوصا وأن معظم المناطق العراقية الانتخابية مغلقة إلا في ربما نطاق ضيق على طيف اجتماعي. وأنت توافق الذين يقولون بأن خارطة التحالفات السياسية ستتغير استعدادا للانتخابات المقبلة؟ أنا أولا أأمل أن تتغير، لأنه في الحقيقة المخرج الوحيد للعراق من دوامة الأزمات الخانقة والقاتلة هو أن تتغير التركيبة السياسية الحالية، أن تنشأ تحالفات جديدة على أسس التقارب أو الانسجام في البرامج السياسية وليس على أساس الانتماء الإثني. يعني 10 سنوات أو أكثر أشارت بشكل واضح أنه هذه التركيبة ليست منتجة لحلول، بل هي منتجة للأزمات في واقع الأمر. بالتالي لابد من البحث عن خيارات أخرى، ربما الوضع الإقليمي العام، ربما نضج التجربة السياسية لأكثر من 10 سنوات لدى قوى سياسية عديدة، ربما فشل المشاريع الإثنية. طيب. قد يدفع كثير من السياسيين البحث عن خيارات أو تحالفات جديدة قد تعيد إنتاج صورة جديدة للمعادلة السياسية وتهيئ أرضية للحفاظ على حد أدنى من حدود الاستقرار. وبينما نتكلم عن هذا الموضوع، يعني ما هي إمكانية أن هذا السؤال موجه لدكتور ضياء علي الشعيبي، ما هي إمكانية أن تحقق الانتخابات البرلمانية المقبلة تغيرا واضحا في الواقع واقع العراقيين؟ يعني نفس الوجوه البرلمانية، نفس التكتلات ونفس الواقع، هل يمكن أن يتكرر ل4 سنوات المقبلة؟ لا أخي العزيز، ما ممكن أن يتكرر. والدليل على ذلك أنه فتوى المراجع السنية من كبار العلماء، فتوى دكتور رافع الرفاعي وفتوى الشيخ الجليل العلامة عبد الملك السعدي، أنه أفتم بحرمة انتخاب الوجوه اللي موجودة على الساحة العراقية من سياسيين وكتل وأحزاب، وبدليل أنه يعني سئمت الناس هاي الوجوه وعود بلا تنفيذ، إطلاقات الوعود المزيفة الكاذبة اللي هي ما لها أي صحة بالوجود. سمعت من أعضاء البرلمان موجودين حاليا في الدورة البرلمانية لا نعرف أسماءهم، محسوبين على المكون السني أو محسوبين على المكون الشيعي،
مجرد انه نعرف الاسماء من خلال الدعايه الانتخابيه اللي في بدايه الدوره الانتخابيه، وايضا في نهايه الدوره الانتخابيه يبدون يروجون لمشاريع وهميه محاوله الشارع العراقي او اقناع الناس موجوده. لذلك انه اعيد كلام دكتور اخي الحديثي انه ان شاء الله ما تتكرر هذه الوجوه وما يقع الشعب العراقي بنفس الاخطاء انتخاب ناس هم مو اهل لهذه المهمه، يعني الشعب العراقي فهم هذه الوجوه. طيب. الشعب العراقي بحاجه الى تفهم الايدي، بحاجه الى بلا دعونا. نعم شكرا، دعونا نتوقف هنا. دكتور ضياء علي الشعيبي قائد في الحراك الشعبي في الأنبار، شكرا لك. كما نشكر الدكتور سعد الحديثي أكاديمي وباحث في الشأن السياسي، شكرا. ونتوقف مع فاصل آخر لنستعرض موضوع الكتاب الأسود الذي صدر عن الرئاسة التونسية والجدل الذي أثاره هذا الموضوع، نرجو أن تبقوا معنا. منظومة الدعاية تحت حكم بن علي أو الكتاب الأسود، كتاب ما زال يثير الكثير من الجدل. قامت بإصداره رئاسة الجمهورية التونسية مؤخرا، وتضمن أسماء صحفيين وإعلاميين ومثقفين بالإضافة إلى سياسيين تونسيين وعرب وأجانب متورطين في مساندة الدكتاتورية. وحسب الرئاسة التونسية فالكتاب مرفق بوثائق وشهادات تدين هؤلاء بالتعاون مع نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي مقابل رشا مالية وخدمات. فلماذا اختارت الرئاسة في تونس هذا التوقيت لتفجر قنبلة التشهير؟ وما هو الهدف الذي تسعى لتحقيقه؟ ثم هل من صلاحياتها القيام بهذا الأمر بعيدا عن القضاء؟ احتوى الكتاب الأسود جملة من الفصول تناولت بالذكر والتفصيل المؤسسات الإعلامية والاتصالية وقائمة في إعلاميين وصحفيين تونسيين وشخصيات ثقافية وحتى رياضية، إضافة إلى صحفيين عرب وأجانب. قال الكتاب إنهم عملوا على تلميع صورة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومساعدة النظام الدكتاتوري على الانتشار وطنيا وعربيا ودوليا مقابل مبالغ مالية. الكتاب الأسود خلف ردوداً متباينة في صفوف الصحفيين التونسيين. صدور الكتاب الأسود في وقت حساس ووقت خطير جدا بالنسبة لفترة الانتقال الديمقراطي، وهو يهدد حياة صحفيين. الكتاب أسود نتسألوا علاش في التوقيت هذا بالذات وتونس في حوار وطني ونستناو في رئيس حكومة جديد وضع اقتصادي متدهور، نستناو معناها في تونس تقف على ساقيها. أنا مع إصدار قائمة في المتورطين مع النظام السابق، هذا لا شك فيه، خاطر ما نجموش نحكيه على عدالة انتقالية، ما نجموش نحكيه على مصالحة دون محاسبة. واليوم نشوفه أنه خاطر ما تمش الحساب اليوم، واللي نشوفه معناها الإعلاميين اللي كانوا متورطين سابقا ولاو بيادق عند أحزاب سياسية. الأمينة العامة للاتحاد الدولي للصحفيين بات كوستا التي تزور تونس وإن رفضت التعليق عن الكتاب الأسود، إلا أنها شددت على دور الصحفي في كشف الحقيقة والقيام بمهامه الإعلامية بعيدا عن الأجندات السياسية خلال أي نظام سياسي. إنه أساسي في الصحافة أن يكون الصحفي مسؤولا عن أي شيء يكتبه أو ينتجه، وعلى الصحفي أن يعمل كصحفي لأنه يعتبر من أنواع الخدمات العامة. الكتاب الأسود هل هو ضرورة من استحقاقات الثورة أم أنه قفز جديد لتعكير الأجواء في تونس؟ سؤال يطرح بقوة. بصدور الكتاب الأسود هل ستفتح صفحة بيضاء في تونس وتطوى أخرى لكتابة تاريخ جديد، أم أن ذلك سيساهم في إضافة سحابة جديدة إلى سحب تونس هذه الفترة ويزيد في غيوم سمائها؟ وفي رد فعل مباشر قرر عدد ممن وردت أسماءهم رفع قضايا ضد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في وقت رفضت فيه هيئات رسمية صحفية وقضائية صدور الكتاب، واعتبرت ذلك مخالفة قانونية في حق الصحفيين والشعب التونسي عموما وإن لم تعترض على المبدأ. إذا كان المبتغى منه
يعني هاني خرجت عمل بطولي ونقول لا، راهي نقطة سوداء تبقى في تاريخ رئاسة الجمهورية، نقطة سوداء تبقى في اتجاه خرق حقوق الإنسان، نقطة سوداء في اتجاه خرق الحقوق والحريات، على خاطر هذا أمر تتولاه العدالة الانتقالية، حتى وإن بطات العدالة الانتقالية ما زالت ما انطلقتش في تونس، أراه هذا ما يبررش إصدار مثل هذا الكتاب. ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية والفريق الإعلامي التابع له أو المستشارين أن يتصرفوا وحدهم في الأرشيف اللي هو على ملك المجموعة الوطنية، والتصرف في الأرشيف له مختصين وله وفي إطار العدالة الانتقالية وبتشريك القضاة والحقوقيين والإعلاميين كذلك. هناك عديد الحقائق تضمنها هذا الكتاب في خصوص المتورطين والمتمعيشين مع النظام السابق، ولكن كذلك هناك استثناءات. يبدو أن ما خلفه الكتاب الأسود من ردود أفعال مختلفة وخاصة الرافضة له وهي متعددة، ومن بينها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسية، سيفتح صفحات أخرى مختلفة الألوان ستزيد في زخم الجدل القائم في تونس حول كل المجالات، يقول المراقبون. لبرنامج محطات عربية، مليكة الجباري، أورينت نيوز، تونس. ومعنا عادل الثابتي إعلامي تونسي من تونس، ستنضم أيضا إلينا للحديث عن هذا الموضوع. نهلة الشهال باحثة في علم الاجتماع السياسي من بيروت، نبدأ معك عادل الثابتي، من يثير هذه الزوبعة في تونس والضجة؟ هم الذين وردت أسماءهم في هذا الكتاب، الكتاب الأسود، كتاب الرئاسة التونسية. أكثر الشعب التونسي مرتاح ويشعر بالرضا من أن هؤلاء فضحوا أو تم كشفهم، هل الأمر يبدو كذلك؟ سيدي الكريم، يعني الأمر يعني يبدو كذلك فعلا، لأن المعارضين لصدور الكتاب هم جزء من المنظومة القديمة التي هي متضررة من كشف الحقائق، وقد كسبت مواقع كثيرة بفعل تردد في الساحة السياسية وانقسام في النخبة السياسية التي كانت تعارض نظام بن علي. ثم هناك فئة أخرى هم الذين يعني يعارضون سياسيا الآن حكومة الترويكا والمنظومة التي أفرزتها أول انتخابات ديمقراطية في تونس، نعم، وهي انتخابات 23 أكتوبر 2013. طيب، نهلة الشهال، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها كشف صحفيين ومثقفين وسياسيين سواء عرب أو أجانب متورطين يعني في تلميع صورة ديكتاتور في المنطقة. تونس دولة فقيرة، فما بالنا بالدول، دول المنطقة الغنية؟ كيف ستكون الصورة؟ كم سيكون عدد المتورطين؟ هل سيكون الأمر أسوأ برأيك؟ هناك جانبان للموضوع. أولا فيما يخص ما حدث في تونس، أعتقد أنه حدث من خارج الآليات القانونية والنظامية، بحيث أن الفائدة منه تقترب من البالون والفضيحة أكثر مما من تأسيس تقاليد ومعايير. وأنا أجد ذلك أنا وغيري من المنظمات الحقوقية اللي يعني هي ليست مع الرشوة وليست مع الارتزاق بهذه الطريقة، لكنها مع تأسيس قوانين وقواعد وآليات، وليس مع شكل جديد من الاعتباط يقوم على التنديد بالآخرين. هي أول واحدة. من الناحية الثانية، ليست فحسب الدكتاتوريات التي أفلت والتي يعني هناك حشرية فعلا أن يرى المرء من الذي يعني تناول فلوس ومساعدات وأشكال من الهدايا من دكتاتوريات كبيرة، ولكن أنا أقول أنه الأمر ما زال مستمرا. طبعا هذا يطرح مشكلة الشفافية والمحاسبة واحترام الكاتب أو الصحفي لنفسه أو الفنان أو كائنا من كان، لكن أسألك بالله، يعني من يعرف من قبض وكم من صدام حسين؟ واليوم من دول الخليج كلها يلي بتدفع للصحفيين، وهذا معروف. فمعلش يعني أنا عندي شعور يعني الفرق في الكتاب الأسود الذي صدر عن الرئاسة التونسية، هي أول خطوة غير مسبوقة، وثقت كما يشير المصدر الرئاسي بالأدلة عن المتورطين سواء من تونسيين أو عرب أو أجانب. هذه سابقة، نعم، لم تحدث في المنطقة العربية من قبل. أول شيء حدثت
أول شيء حدثت. أين حدثت؟ عندما سقط القذافي صدرت مثل هذه الكتب من يعني حول أشكال من المساعدة أو القبض أو الذي هو. ولكن صدرت بشكل شخصي. في تونس في تونس رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية التونسية بكله يقف وراء هذا الموضوع. هل من صلاحياته ما قالته لك إحدى ضيوفك كان محق؟ هيدا أمر كتير جيد أنه ينفضح، حتى ربما يخاف المرتشون الحاليون ولا يستمرون ببلدان تانية يعني. طيب. لكن أعتقد أنه ينقصه الآليات النظامية والقانونية حتى يصبح قاعدة وليس بدعة. دعيني أنقل نفس السؤال. عادل الثبيتي، هناك من التونسيين علق على هذا الموضوع ضمن تعليقات كثيرة، يقولون بأن إصدار رئاسة الجمهورية للكتاب الأسود يعتبر أمرا شاذا، لأن الأرشيف وكشف الحقائق واستغلال المعلومات العامة يبقى أمرا منوطا بحكم قضائي. يعني الأمر واضح، الرئاسة التونسية تجاهلت القضاء في هذا الموضوع وأخذت المبادرة بذاتها. أتفاعل مع الأستاذة نهلة وأقول يعني أن كشف الحقيقة في خصوص منظومة الدعاية في زمن بن علي هذا ليس مطلب رئيس الجمهورية فقط. أريد أن أذكر بأن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في أول مؤتمر ينعقد بعد الثورة كان هذا في حزيران 4-5 حزيران 2011 كان قرروا نشر قائمة سوداء في الصحفيين المتعاملين مع نظام بن علي. لماذا؟ لأن الصحفيين كانوا أداة يعني قمعية مع نظام بن علي وكانوا يتوعون عبر الرشاوى وعبر تزييف الحقيقة وعبر سب المعارضين هذه. وتم تكوين لجنة كنت عضوا فيها، هذه لجنة الحقيقة والإنصاف، في تحديد معايير القائمة السوداء وإصدار كتاب أبيض في ل 23 سنة من الإعلام في خدمة الدكتاتورية. هذه اللجنة تأسست قبل انتخابات أكتوبر 23 أكتوبر 2011 التي أتت بحكومة الترايكة، ولكن بعد أن أفصحت الانتخابات عن نتائجها تغيرت الأولويات. طيب. داخل مكتب النقابة وتم تهميش عمل هذه اللجنة. دعنا نسمع نهلة الشهال، أنت وجهت إليها هذا الكلام على الأقل الجزء الأول، لديك رد أستاذة نهلة؟ أخوي أنا لا أقول أنه لم يكن يجب أن يحدث، أنا أقول أنه ضروري أن يحدث، ولكن وفق آليات تكون جزء من عملية بناء الأنظمة الديمقراطية غير الفاسدة وغير المفسدة، وليس يعني مبادرة عليها كثير من الملاحظات. طيب قيل مثلا شيء أنه طيب بلكت في حدا اسمه وارد بطريقة خاطئة ويريد أن يحتج عند من؟ يعني أنا لا أدافع عن المرتشين ولا عن التستر عن المرتشين. أنا أقول لكي تكون الخطوة جيدة يجب أن تخضع لمراجع وآليات نظامية ومتفق عليها، مش للتستر، بالعكس لحتى تكون فعالة أكثر. لا أفهم ماذا تقصدين بالمراجع النظامية؟ هذا الكتاب هذا الكتاب صادر. هل من حق رئيس الجمهورية أن يتصرف بالأرشيف وأن يصدر باسمه لائحة؟ هل هذه اللائحة مضبوطة؟ هل ممكن مراجعتها؟ ما هي الإثباتات؟ يعني أقصد أنه كان يجب أن يخضع الأمر مثلا للجنة تكشف هذه اللجنة بطريقة نظامية وفعلية كل المتورطين بمن فيهم الصحفيين بالدفاع مثلا عن نظام بن علي وبالارتشاء منه. أقصد أن في الأمر شيء من الاستنساب والاعتباط. طيب. أو هذا الانطباع اللي من بعيد الواحد بيشعر فيه. أستاذ عادل الثابتي، إذا كنت سمعت تعليقه على هذا الموضوع هل لديك رد؟ طبعا سمعتها وأسمعها جيدا. يعني المشكلة أنه الجميع يعني أو كل المتضررين أو المعارضين لرئيس الجمهورية ينددون بالكتاب، لكن لا أحد ندد عندما أصدرت لجنة تشكلت بعيد الثورة لمقاومة الفساد وفضح الفساد، أصدرت كتاب أيضا في 400 صفحة ونشرت أسماء الصحفيين بالأحرف الأولى ممن قبضوا أموال من الرئيس السابق يعني من الدكتاتور السابق،
ولم يحتج أحد، لكن اليوم في ظل هذا الصراع السياسي المحتدم بين أطراف سياسية في تونس نرى مثل هذه الاحتجاجات. بالنسبة للصلاحية أريد أن أقول أن من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يكشف الحقيقة للشعب، ورئاسة الجمهورية وضحت أنه من يرى أنه قد ظلم أو زج باسمه بطريقة غير صحيحة أو فيه إساءة له بإمكانه أن يتظلم للقضاء. وقد رئاسة الجمهورية في بلاغ يعني هي تحدت المناوئين وقالت لهم أنا بالإمكان أن أكشف لكم كل الحقيقة بالوثائق وهي موجودة. دعونا نتوقف هنا. عادل الثابتي إعلامي تونسي من تونس، ونهلة الشهال باحثة في علم الاجتماع السياسي من بيروت، شكرا للمشاركة. وبهذا الملف، ملف تونسي، تنتهي حلقة هذا الأسبوع من محطات عربية. شكرا لبقائكم معنا، نلتقي في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.